ملف النازحين وللحد من ضياع الأجيال الجديدة وفق برنامج بناء وتأهيل. وزارة الهجرة والمهجرين تقوم بإعادة أكثر من 50 عائلة جديدة إلى قضاء الفلوجة وتعويضهم بدفع الإيجارات لكل عائلة. إعادة النازحين وإغلاق ملف النزوح وعودة الميمونة لكافة النازحين إلى مناطق سكناهم، وباعتبار وزارة الهجرة هي الوزارة القطاعية المنفذة لهذا البرنامج والمسؤولة عن إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، كان لنا تنسيق جدا كبير مع سيادة المحافظ وكذلك مع المنظمات الدولية بإعادة تأهيل دور هذه العوائل. واليوم حقيقة ننقل تقريبا ما يقارب 93 عائلة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في الفلوجة، بعد أن تم التنسيق مع منظمة الIOM بتأهيل دور سكناهم ودفع ما يستحقاق من إيجار منازلهم. وفيما جددت العوائل الباقية في المخيم مطالباتها بعودتها وفق الإجراءات المتخذة وصرف منح المليون وتعويضهم، كون أغلب المنازل تعرضت للدمار ناهيك عن أعداد الشهداء وهم يقطنون في المخيمات. الوزير عاش تجي تحكي ويانا، يا عاش تختي اللي هناك، قالت تجي ويانا لا تجي بعد لما ما تنفذ، على شنو تجي الوزيره؟ كل شيء ما شفنا منه، تجي ها شويه وتروح، عمي لا تجي الوزيره لما ما تنفذ، لا تجي. على شنو؟ المليون اطلق مليون ونص ما انطنا اياه، مال العوده ما انطنا اياه، سوى نذب فايلات ونذب، نذب فايلات ونذب، على شنو؟ نريد الرجعه، واللي تذبحت وبيوتها تفردت واللي فرهد بيتك ما مده ترد. بس نرجع على ديرتنا، بس نرجع نبلاند خيمه نحفرنا نقرب قيعاننا نختل جوا الخلا جوا سجرة. وبحسب مختصين بأن إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم سيساهم بالاستقرار الأمني في عموم محافظة الأنبار. من مخيم عامرية الفلوجة، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.